مساء الخير، ازيكم؟ الحادثة دي كل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، عن طفل عنده 4 سنين. الطفل نزل البسين، طبعا ما بيعرفش يعوم لسه. نزل تحت المية، فالأم اتنبهت فطلعت الطفل بسرعة من المية. روح البيت الحمد لله تمام. بعد 4 أيام الطفل توفى. طب ايه اللي حصل؟ ما احنا انقذناه من المية، ليه الطفل تعبان؟ لأن الأمهات بدأت تتخض على أولادها. فأنا هفهمكم الموضوع بالراحة. الطفل لو نزل في الميه هو لسه ما بيعرفش يعوم، مش في تمرين السباحه، لان في امهات فاكره انه ما وديش ابني السباحه، لا وديه السباحه عادي مفيش مشكله. لو طفل ما بيعرفش يمسك نفسه تحت الميه وسهي مثلا اتزحلق نزل وانتوا انقذتوه، بعد الشر، بعد الشر بيحصل، بعد الشر احتمال بسيط بس موجود لحاجه من اتنين. حاجه اسمها الغرق الجاف اللي هي الدراي دراونينج. يعني ايه؟ يعني الطفل لما نزل تحت الميه الرئه حصل لها زي صدمه من اللي حصل، فمجرى الهواء بيحصل له تشنجات ويقفل. ده بيحصل بعد ما يطلع من البسين بفتره قصيره، يعني في نفس اليوم يمكن بعد 2 3 ساعات بكتير، فمجرى الهواء بيقفل، هوب خلاص ما فيش تنفس. تاني حاجة انه ممكن يحصل حاجة اسمها secondary drowning اللي هو الغرق الثانوي. يعني ايه غرق ثانوي؟ يعني الطفل وهو تحت المية في الفترة اللي كان فيها حتى لو ثواني معدودة الرئة دخل لها مية، فالمية دي تبتدي تعمل مية على الرئة، تبتدي تعمل التهاب رئوي حاد، وتبتدي تعمل جلطات في الرئة ما تبانش غير بعد 2 3 ساعات. هوب الطفل بدأ استغفر الله، يعني مش قادر ياخد نفسه، بعد الشر مات. طيب انا اتجنب ده ازاي؟ لو انا ابني نزل في المية بعد الشر مثلا، مش هو بيعوم، نزل يعني غرق، وجبته من تحت المية، لازم بسرعة الدكتور يشوف. مفيش حاجة اسمها اصل احنا انقذناه خلاص هنروح البيت والحمد لله اليوم عدى على خير، لا، هو لازم الدكتور يسمع صدره ويعمل له اكس راي يتأكد انه مفيش مشكلة في الرئة هتقابلنا بعدين. خصوصا لو انت شايفة ان الطفل بيزرق، او الطفل عنده نهجان، او الطفل بيكح، او ابنك لما روح كان بينام كتير جدا جدا، او الطفل رجع بعدها كل دي، او الطفل متلخبط وناسي او مش في تركيزه العادي، كل دي علامات بتقول لا، لو سمحتي خلي الدكتور يشوفه. طيب انا اتجنب ازاي اصلا انه اي مشاكل تحصل خصوصا مع الصيف؟ يا ريت تسمعوني في دي. نمرة واحد، وانتي قاعدة على البيسين لازم لازم الطفل عينك عليه. لو ابنك تحت 4 سنين لازم يبقى حد كبير معاه في البيسين، ما تقوليش معاه المنقذ. لو ابنك فوق ال4 سنين هتتابعيه من بره، بس عينك عليه مش على الموبايل. للاسف في جورنال، في لسه مقال اخير نازل من الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال باحصائيات الغرق وعلاقتها بالبص في الموبايل. 25 ثانيه تحت الميه بالنسبه للطفل كافيين ان هو يغرق. وللاسف اوعي تقولي اصل انا ابني في الحمام قد طوله، البيسين قد طوله، فمش هيغرق قد طوله، لا، بيغرقوا قد طولهم بعد الشر عن ولادنا. ليه بقى؟ لان هو بيتزحلق، بعد ما بيتزحلق لما بينزل تحت بيجيله بانيك، بيتخض، مش دايما بيجي في دماغه ان انا لو وقفت هعيش، لا، فبيفضل تحت لغايه ما انت تجيبيه. على فكره دي حصلت لبنتي، فدايما اقعده قريب خلاص بحيث ايه تلحقي بسرعه تشديها، وما تعتمديش على المنقذ. المنقذ او الكابتن اللي قاعد عنده اطفال عدد كبير جدا، وفي الاخر هو على ما يتحرك ممكن ياخد وقت، انما انت مركزه مع ابنك طول ما انت لو سمحتي هناك عند البحر. حاجه كمان مهمه جدا، الطفل نازل الميه يبقى ينزل الميه طالما بيعرفش يعوم كويس صح لسه، يبقى يلبس لابس اللايف جاكيت اللي هو العوامه اللي بتتلبس زي الجاكيت ده، اكتر حاجه امان. مش هتقدري تجيبي اللايف جاكيت، يبقى على الاقل تجيبي الكتافات. العوامه الطوق ما بتحميش الطفل من الغرق لانهم بيتقلبوا منها او بيسيبوها وينزلوا، فما بتحميهوش. فانت هتسيبيه في الميه، طبعا ميه طوله وانت متابعاه من قريب، وفي نفس الوقت الولد لابس العوامه. حاجه كمان، لو في اي مكان انتم متواجدين بيه، في النادي او في جنينه او في اوتيل حوالين بيسينات او حوالين حمامات سباحه، لازم يكون في اسوار حوالين حمام السباحه. لو ما فيش سور حوالين حمام السباحه العبوا في مكان تاني، لانه في ثانيه بعد الشر الطفل بيقع ما بتحسيش بيه. لو في طفل تايه، انت في مكان لقيتي طفل تايه الاهل بيدوروا عليه ومش لاقيينه، اول مكان تنبهيهم يدوروا فيه هو الميه، لان الولد لو وقع في البسين وانقذناه بسرعه ده حياته كلها انقذناها.
لو قعدوا يدوروا في كل مكان وبعدين افتكروا الميه هيكون خلاص تو ليت بعد الشر، فخدوا بالكم يا ريت توصلوها للامهات. حاجه كمان، دايما ابني لما ينزل الميه خلي معاه بول بادي، يعني مثلا هو نزل الميه هو وصاحبه، فدايما اكدوا على بعض ان انتوا الاثنين مع بعض في البسين، كل واحد فيكم ياكد ان التاني حواليه دايما، لو حد فيكم مش لاقي صاحبه حواليه في البسين يجي يقول بسرعه لماما. دي مهمه. لازم بنعلم الولاد الووتر رولز، قواعد اللعب في الميه. مفيش شيل، الشيل ده لما يكون حد كبير، اوكي، انما الطفل مش هينفع نشيله ونقلبه في الميه لانه ممكن يغطس، السن الصغير بالذات. مفيش لعب جنب الكبار لان الكبار بيعملوا حاجات فايولنت جدا، عنيفه جدا، فممكن يعني يفعصوا الولاد. مفيش غطس لتحت قوي، مفيش زق في الميه او لعب عنيف، ما نركبش فوق بعض. بالنسبه ل الطفل اللي حاجه كمان، معلش انا اسفه نسيتها، الطفل اللي يطلع من البسين لازم غرقان بعد الشر او يعني انقذناه بسرعه، لازم يتعمل له لو في ميه في الرئه او قطع النفس لازم يتعمل له CPR. CPR اللي هو الانعاش الرئوي ده، انا هنزل له فيديو لوحده منفصل، لازم كل ام تبقى عارفاه. بعد الشر طفل بلع حاجه، حاجه وقفت في زوره، انت قابلتي حد، ممكن تبقي انت اصلا اللي ربنا بعتك تنقذي حياته، ومش صعبه خالص دي، لازم نبقى عارفينها، او على الاقل حد في البول، حد من الناس اللي في النادي لازم يكون عارفها. متابعه الاطفال في الميه مش بس عند البسين، المتابعه الاكبر كمان للاطفال اللي بتلعب في البانيو، في اطفال بتغرق في البانيو، وفي بيبي صغيره بعد الشر بتغرق في جردل الميه، تكوني حاطه جردل للتكييف بينقط او حاجه، بيحط راسه ما بيعرفش يطلعها فبيغرق. فلازم نبقى واخدين بالنا. ربنا يحفظ الولاد، انا نفسي اتوترت على البنات خلاص. ربنا يحفظ الولاد دايما دايما. وصلوا للامهات، وما تتخضيش، عشان في امهات كتير بقى تسالني يعني ابطل اودي ابني البسين، لا بالعكس، ده اكتر وقايه بيقولوا لك عليها الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال، انك تعلمي ابنك العوم، دي اكتر حاجه تحميه. من اول 6 شهور مسموح لك تعلمي العوم، بشرط يبقى كابتن بيفهم وبيعرف يشتغل الموضوع، مش سبوبه، لان في ناس بتشتغلها وهي مش عارفاها، فلو كابتن محترف وبيعرف يشتغل على السن ده اوكي علميه، ما تخضيش عليه، بس برضو عينك على الطفل في التمرين، اوكي. لو كابتن 1 تو 1 وبيشتغل مع الطفل لوحده ما فيهاش حاجه، ما تتخضيش. لو ابنك في تمرين السباحه بينزل راسه تحت الميه ما تقلقيش، ما هو الكابتن بيعلمه ازاي ينزل راسه، انا بتكلم على الطفل اللي اتزحلق او سرح او وقع في حته غويطه، واحنا لا قدر الله انقذناه. ربنا يحفظ الولاد ويبارك فيهم ويفرحكم بيهم دايما.